بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي وزملائي أهلا بكم. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نمول صندوق العهدة أو عهدة الموظف، وإزاي نعمل لها replenishment. إيه البيزنس سيناريو اللي قدامي دلوقتي؟ إن أنا عايز أمول صندوق العهدة أو عهدة الموظف. طيب أنا همولها إزاي؟ في عندي طريقتين للتمويل، يا إما همولها كاش عن طريق الخزينة بتاعت الشركة، أو همولها عن طريق شيك، إن أنا هكتب للموظف أو لأمين الصندوق شيك يصرفه من البنك. طريقة الشيك هنتعرض بتفصيلها في مرة قادمة إن شاء الله. النهاردة هنركز في طريقة إن أنا أصرف العهدة أو أمول العهدة عن طريق الكاش. طب في حالتين هيقابلوني، إيه هما الحالتين؟ الحالة الأولى إن الموظف والخزينة اللي هيصرف منها أو هنمول له منها العهدة في نفس السبسيدي أو في نفس الشركة. طيب الحالة التانية إن الموظف في شركة والخزينة اللي هتصرف له العهدة في سبسيدري تانية أو في شركة تانية، وفي كلا الحالتين الخطوات هتبقى واحدة. الخطوة الأولى إن أنا بعمل ريكوست، الخطوة التانية بعمل أبروف للريكوست، الخطوة التالتة بصرف الريكوست والموظف بيستلم النقدية بتاعته من الخزنة. كده احنا فهمنا الكونسبت، يلا بينا نطبقه عملي في NetSuite. تعالوا ناخد البيزنس سيناريو الاولاني، ان انا بصرف عهده لموظف والموظف والخزينه جوه نفس الشركه. طبعا الحاجه اللي احنا لازم نبقى فاهمينها ان البروسيس دوت ما هوش ستاندرد نت سويت، ده كاستمايزد بروسيس معمول للحاله بتاعتنا ديت. فهروح لترانزاكشن امبلويز بي تي كاش ريكوست، واختار نيو بي تي كاش ريكوست. في الحاله الاولانيه اللي هي حاله ان الموظف والخزينه في نفس الشركه، هسيب الفورم الكاستم فورم زي ما هي، بي تي كاش ريكوست فورم. اديت تاريخ النهارده، الريكوستور اللي هو الشخص اللي هيطلب العهده هنسميه مثلا، هنختار هنا في الحاله بتاعتنا الاستاذ هشام علي. يطلب مبلغ 40,000 جنيه، ودي العملة. طبعا أنا لما اخترت اسم الموظف الأستاذ هشام علي ظهرت لي السبسيدري الخاصة بيه اللي هي تي إن سي، وطبعا حساب الخزنة اللي أنا هصرف منه اللي هو هيبقى تي إن سي سيف، اللي هي الخزنة بتاعي تي إن سي بالجنيه المصري، وأقول سيف. أنا كده كل اللي عملته إن أنا عملت ريكوست، لكن مفيش أي أثر محاسبي تم. ولو جينا شفنا ريليتد ريكوردز هنلاقي مفيش أي أثر محاسبي تم معايا. يبقى دي الخطوة الأولى اللي إحنا قلنا عليها من الخطوات التلاتة، إن أنا بعمل كرييت للبي تي كاش ريكوست. الخطوة التانية اللي هي الأبروف، الأبروف ده لو إحنا رحنا مثلا للمدير المسؤول عن الابروفال هيبقى عنده ريمايندرز. ريمايندر بتقول له كاش ريكويست بيندينج ابروفال، لما بيفتحها هيلاقي ان في ريكويست ب 40,000 جنيه يتصرفوا من الخزنه ديت، فهلاقي هنا البيتي كاش ريكويست اللي هو احنا لسه عاملينه دلوقتي، اللي هو خاص بال 40,000 جنيه الخاصه بالاستاذ هشام علي. انا ممكن نعمل عليه هنا فيو، هنلاقي ان فعلا المبلغ ال 40,000 جنيه مطلوب من الاستاذ هشام علي من الخزينه بتاعه تي ان سي. طبعا ممكن الميمو هنا يكون مكتوب فيها الموضوع بتاع هو طالب العهده دي عشان ايه، او الديسكريبشن اوف نيد على حسب الحالة بتاعتها. فالمانجر أو قسم الحسابات هو اللي هيعمل أبروف للريكوست دوت. فنضغط الخطوة التانية أبروف. هنلاقي الحالة بتاعت الريكوست منتظرة واقفة على
موضوع الريسيف اللي هو امين الخزنه في الحاله ديت. لو رحنا للريمايندرز، امين الخزنه هيبقى عنده ريمايندرز زي دوت، هنا كاش ريكويست ابروفد وبيندينج ريسيت. لما يجي يفتحها هيلاقي احدث واحد احنا لسه عاملينه اهو، ادي الكاش ريكويست دوت ابروفد لكن منتظر الريسيت ب 40,000 جنيه. هيعمل لها فيو، لو خدنا بالنا هنلاقي ان حتى بعد مرحله الابروف لسه مفيش اي اثر محاسبي ظهر معايا هنا، لكن مجرد امين الخزنه ما هيصرف المبلغ للموظف ويضغط ريسيف هنلاقي، ورحنا للريليتد ريكوردز هنلاقي ظهر عندي قيد اليومية اللي لو استعرضناه دلوقتي هلاقي ان الاربعين الف جنيه اتحملوا على حساب العهد الخاص بالاستاذ هشام علي الى حساب الخزنة بتاعت شركة تي ان سي اللي صرفت المبلغ. وده يبقى كده البروسيس بتاع تمويل عهدة الصندوق من نفس السبسيدري. طب الحالة التانية ايه؟ يلا بينا نروح نعملها مع بعض. هنروح لترانزاكشن امبلويز بي تي كاش ريكوست. وقول نيو بيتي كاش ريكوست. هنا الفورم لازم اعمله انتر كومباني لان الموظف والخزنه في شركتين مختلفتين، فاختار انتر كومباني بيتي كاش ريكوست فورم. التاريخ تاريخ النهارده، الريكوستور لو اخترنا الاستاذ هشام علي برضو، هنا هنلاقي الفورمة بقى فيها فيلد جديد اللي هو البيمنت سبسيدري، يعني الأستاذ هشام علي في شركة اسمها تي ان سي، لكن البيمنت سبسيدري هتبقى شركة ثانية مختلفة اسمها تي ان اتش. هنا مثلا نكتب الميمو اللي احنا عايزين نكتبه مثلا أي كان المبلغ اللي احنا عايزينه للعهدة، الكرنسي الجنيه المصري، والخزينة حساب الخزينة اللي هيصرف اللي هو هيبقى تي ان اتش يبقى هنا لو خدنا بالنا ان الفورمة دي فيها فيلد جديد اللي هو الشركة اللي هتدفع المبلغ اللي فيها الخزينة هي هيتكتب في المكان دوت اللي هي البيمنت سبسيدري. وهنمشي في نفس خطوات الثلاث خطوات اللي احنا شفناهم في المرحلة اللي فاتت. أول خطوة إن أنا بنشئ كرييت البيتي كاش ريكويست وأدوس سيف. هنا مفيش أي أثر محاسبي. برضو المانجر أو الأكونتس هيروح هيلاقي عنده في الريمايندرز كاش ريكويست بيندينج ابروفال، هيفتحها هيلاقي مجموعه من الريكويستس احدثهم ال 150,000 اللي لسه مطلوبين للاستاذ هشام. نعمل فيو عشان يراجعها. هيلاقي 150,000 جنيه مطلوبين للاستاذ هشام وبيندينج ابروفال، وهيتصرفوا عن طريق الانتر كمباني اللي هي الخزينة تي ان اتش. بعد اذا لقى كل المعلومات والداتا المطلوبة سليمة هيعمل ابروف. بعد الابروف برضو مفيش اي اثر محاسبي،
أمين الخزينة في الريمايندر عنده هيشوف الكاش ريكوست ابروفد وبيندينج ريسيت، لما يفتحها هيلاقي مجموعة من الريكوستس الابروفد واخرهم او احدثهم هم ال 150,000 دولار، هيعمل لهم فيو، هيلاقي ان المبلغ مطلوب للاستاذ هشام بمبلغ 150,000، اول ما هيصرفهم ويدهم له هيدوس ريسيف. بعد خطوة الريسيف لو جينا شفنا الأثر المحاسبي هنلاقي قيد اليومية، طبعا علشان دي حركة ما بين تو سبسيدريز هنلاقي ان القيد في 4 لاينز. هنا بالنسبة للشركة المنشئة القيد اللي هي تي ان سي، حملت المبلغ على حساب استاذ هشام الى حساب الانتر كمباني، والشركه اللي صرفت المبلغ حملت المبلغ على حساب الانتر كمباني الى حساب الخزنه اللي صرفت المبلغ. وبكده اصدقائي وزملائي نكون اتعرفنا على العهده النقديه او عهده الموظف عن طريق الكاش، وان شاء الله نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.